اليوم جينا في واحد القصة القمة في المعاناة، مأساة غادي تعيشوها معايا. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، جينا عند واحد العائلة، زوج وزوجة، عندهم 5 ديال الوليدات. الزوج كان كيعيش حياة سعيدة، في لحظة من اللحظات يصاب بمرض غريب ويقول السحر، تغيرت الحياة ديالو لما هو أسوأ. كيعيشوا في هذا المنزل والشتا كتصب، القمة في المعاناة. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، هذه هي الكوزينة ديال العائلة، ما عندهم والو. هذه الشتاء أبسط المستلزمات اللي في الحياة الخاصة ما كتوفرش على هذه العائلة. هذا هو البيت ديالهم، نفس الوضع. نتمنى أنه الشتاء كتصب وقطرة، ودوك 5 الوليدات اللي حتى وحده فيهم ما عندها حتى صندالة. مشاهدينا الكرام، لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع، هذا هو البيت البسيط. نتمنى أنه المخرج يوضعنا في هذه الصورة، والشتاء كتصب. ما عرفتش والله العظيم، احنا في 2021 القمة في المأساة هي هذه. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا القصة ديال هاد العائلة. تبعوا معايا. اختي تزوجتي وانت صغيرة، قاصر، عاودي لي من الاول. تزوج من 15 عام ونص، يعني كنا بخير، عايشين بخير، خدام عليا راجلي، ما خاصني والو. اول وحده جبت البنت الاولى اسية، يعني كنا نعيشوا ظروف زوينه بحالنا بحال الناس، يعني قبح الله الفقر وكل بنادم عايش بخير. ملي مرض راجلي صافي دارت بيه الدنيا، نتوما كتشوفوا العذاب والحاله كي دايره. واش من عام فاش تزوج؟ تزوج في 2009 في الاخر ديالو. شحال كانت عندك من عام؟ كنت تزوج في 2008 في الاخر ديالو. شحال كانت عندك من عام؟ كنت عندي 15 ونص هذيك الساعه، 15 عام ونص، يعني بقات لي 18 كوكل مع 17. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي 5. خمسة الوليدات. وهاد البنيتات عندك انا كنشوفهم حتى صنداله ما عندهم. واه خويا ما لقيتش ليهم جد، يعني حتى في الدراسه ما لقيتش ليهم جد باش يدخلوا يقراو. انا ما لقيت من ندير ليهم. ما كيقراوش؟ لا ما كيقراوش، هما الاولاد كاع في القسم وتقاطعوا على الدراسه بسبب الظروف ديال باهم، حيت قال لك سيري عاد لقيت، خذي ورقه جيبي لينا، عمري لينا، صوري لينا. انا جاوني 3 دريات قاصحات باش غادي نصورهم، ما قدرش نادي صافي برك. وطلبت المدير قلت لي عافاك بغيت ولا عندكش فلوس ديال التصاور باش تصوريهم؟ والو، انا دابا حاليا ما عديتش ريال، ما لقيت شي حاجه، لقيت شي مصروف محطوط شي حاجه، والو الله غالب. واخا عاودي لي على راجلك قبل ما ندوز لعندو، هو قلتي لي كيفاش كان ميسور، عنده 3 ديور بخير وعلى خير، في لحظات تقلبت الامور. تقلبت الامور، يعني من نهار تزوجت بيه وحنا في الصداع في المشاكل بحال هادشي ديال السحور، ما عرفش مع عبد الله ولا مع عدل. المهم كنا بخير، عايشين بخير، كان هو خدام حرفتو الياجر، وهاد الدار هو اللي بانيها، هو اللي مطلعها طوبه طوبه، بانيها بدراعو. الديور الاخرين فينا؟ الدار اللي قدامنا تباعت، كان باعها لحد السيد راه دابا خاويه، والدار اللي حدا دارهم مشى هو باعها. وهذا الشيء دابا اللي باع، هاد الفلوس شنو دار بها هو؟ شنو ملي تهرس من رجلو، كانت تسعين واحد الظروف في البنيه الثالثه، فاش تزادت ايه كانت تهرس من رجلي برك مده عامين بلا خدمه بلا والو. ملي برك هذيك مده عامين بلا خدمه بلا والو، يعني فلوس كنا نصيرو بها بزاف ديال الحوايج، يعني فلوس بزاف طارت، يعني ما كنتش انا ما كنتش واصله لهاد اللاش باش غادي هذيك الفلوس غندير بهم بيع وشريا ونستقر ونعيش ولادي احسن عيش. انا اللي كنطلب والمحسنين، الناس المحسنين يشوفوا من حالي، انا بينت وجهي. رغم ذلك انا بغيت غير ولادي، انا بغيت استقرار لوليداتي، وباش نعيش واش السيد يتعالج خاصو يمشي للطبيب، ما كينعش ما كيخليناش بخير وعلى خير. ملي كيكون البراني راه عادي، وملي كنكونوا معاه حنا في الدار كيتهجم علينا. انتي مشيتي خدمتي؟ ملي خرجت خدمت في الميناج، في دابا دازت علاش 5 سنين، انا 5 سنين وانا خدامه دابا. تما كان السيد زاد مرض، هو كان مهرس وزاد مرض، وكانت هديت البنيه راني اللي عندها عمليه غتحيد الجلود والحلاقم، باقي ديك الساعه با بعقله، هو اللي داها البشيط، هو اللي خدا لها الرونديف، وبقى عاقل عليها بحال اليوم من لدابا. بقى لي عر، بقى لي رونديف غير مع البناج، يعني غناخذو مع البناج في بني رشد. صافي هو السيد ما لقاش باش نركب باش الرونديف، ولدابا وليت كتبات مخنوقه حله فما شي مرض كتمثل لي الله بحال غادي تموت. وحده امه دابا مراضات بالبرد، يعني ملي كنا في الصيف راه بخير،
ملي بدات كتصب الشاره كلشي فراج نفسك ما بقات حتى شي حاجه. يعني ما كاينش بنت نشري دابا الحوايج غير شي زين، ما كاينش باش نتغطى. يعني ولينا وسط القطره وسط الروينه، هادشي ما قسم الله. واخا اختي الله يفرج عليك، انا غادي نشوف معاه الا توفقت مشاهدينا الكرام، غنشوف عزيز ما عرفتش واش غنتوفق معاه في الحوار ولا لا. عزيز لاباس؟ كي داير انت لاباس؟ السلام عليكم الاخوان، كثير بخير. كنسلم على جميع المغاربه والاخوات والاخوات، جميع المسلمين والمؤمنات والمؤمنين كاف اجمعين. قسم حزب الله الواحد، قسم الله الواحد الاول، تاخرت المغاربه في محليه السكن. مشاهدينا الكرام، انا ما فهمتش، عاودي لي اختي شنو قال دابا؟ ما فهمتش. هاد الهضره كيقولها دائما، كيقول لك انا هو اللي في الفلوس، انا هو مالك ورقه يا عدو، هو سيدنا. يعني الا جبت شي حاجه للدريات ماكل ولا شرب كيقول لك هذيك صيفطت عليها امي ولا اختي ولا شي حاجه ديال الهضره باش كيهضر، وحاقد على عائلته. يعني كاين مشكل عقلي حتى هو عنده. عنده مشكل عقلي بزاف، حيت هو اصلا ملي خرجت انا نخدم ما بغانيش نخرج نخدم، كان يوميا كيضربني دائما المشاكل والصداع مع دارنا. قال لي شكون اللي غيوكل هذوك الدراري؟ قال لهم لا تريح، ما تمشي حتى لشي بلاصه، انا مقهوره. يعني دارنا مابقاوش بغاو يهزوني مده حد العام، صافي مابقاوش كيعقلوا عليا. انه الدراري بزاف، الوالد حتى هو خدامه بكتافه، ما عندوش شي مدخول باش غادي ينقذني ولا شي حاجه. وهذه هي الحياه، كنمشي نكري لهم فوق الشتا، دابا ما لقايش الجد. كون كانوا عندي فلوس كنت مشيت كريت لوليداتي نحيد امهم من هاد الشيء غيمرضوا لي بالبروده. انت باش عرفتي مرض السحر هذا؟ شنو الادله اللي لقيتي؟ لقات بنتي اسي، انا ما لقي، انا كنت كن غير هذيك الحالات اللي يعني مع الربع ديال الصباح كي السيد كنقز من الشرجم كيبقى يقول لك طلق لي الرأي الشرعية. ديك الحيوطة هو اللي كاتب فيهم، حاشا كيشد تصاوري كيدير فيهم شي حاجة كيخشيهم في القراعي بحال كيحاول يسحر. يعني بزاف ديال الحوايج كيديرهم ماشي نورمال، كان ولي يجيب العواد كيلصق مينيكات كيدير داكشي بحال ديال الاصنام. ملي ما كناش حنا في الدار، ملي خرجت مشيت كريت كيبات لي كامل هو كيعذب. يعني صافي وليت خفت منه، ما خفتو يقتلني ولا يقتل الدريات. هو شي مرات ما كيعقلش على راسو، دابا راه هو بخير جالس لابس بخير. ما عمركم ديتو للطبيب ولا شي حاجه؟ لا والو، خوس محمد ما بغاش يساعدني، ودابا عوده حامله وفراس خو عائلته اللي جات قالت. شكون اللي حامله انت؟ عوده حامله ذبحها عاد عائلته. وشعل العافيه ثلاثه المرات في الدار، قلت لي غير مساعده وحده منك اللي كنطلبها، دي خوك للسبيطار شنو غيدير فينا شكاريته وشهاده الجيران كامل. دابا هو في هذا الوضع بحال هكا وما عمره مشى للطبيب؟ عمره مشى للطبيب وداير كزيده. دابا الا سولته يجاوبني؟ ما يجاوبكش بالواقع اللي فيه حنا، يجاوبك بحوايج اخرى اللي ما كايناش. نحاول معاه. عاود حاول معاه. عزيز تمشي عند الطبيب، مشيو للطبيب. تشوف الصحه ديالك، مشيو للطبيب. واش نديوك عند الطبيب؟ تمشي عند الطبيب نشوفوا الصحه ديالك. صحه ديالك اول حاجه بحتاني الله، حيت من انت الفلوس وريقه الحمد لله انا صحيت وليت بخير وعلى خير. هذا هو السكن اللي تنعيش فيه، اللهم لك الحمد. المهم مشاهدينا الكرام، والله ما عرفت اش نقول. حق الله انا شاركت بحد خدمه مخلصت القول من الاخر الى مو اللي كان كيمشي عدة. يعني هزتني مده عام اللي حملت بولدي عادي، يعني في حليب في ليكوش في الوحم كلشي داكشي من لاتو عليا. قالت لك انا عطيتك 2.5 مليون، كان كيمشي عدة فوقيت رمضان انا اللي عاملين الوحم كتقول لي جيب. كان كيجيب من عدة الماكله وكان كياكل عدة. ما تزيد من لقيته ديال كورونا، ملي بدات كورونا فاش تسطع عزيز. المهم مشاهدين انتم شفتوا الحاله وشفتوا الوليدات مع الدم يلبسوا، يعني باش مسخكم الله غتعاونوا مع هاد الوليدات، حيت انا ما خدامه مرتام. كنت خدامه ب 7000 ريال السيمانه في الثروه، ما بقيتش خدامه، خدمت في مديونه ما بقيتش خدامه. يعني البنيه الكبيره تقارات بهذيك الدار متقل عليها وتبقى شاده وما كيبركوش ليا في الدار. هذه هي المشكله، يعني الدار ما كاين حتى واحد ما كيبغي يبرك فيها. هو كيخرج بها في الليل ما كيباتش معانا، كيبات دايما ما كنعرفوش فين كيمشي. انا بالليل كنبات مع ولادي وما كننعش. هذه اقصى حاجه غادي نقولها للمشاهدين، خيف هاد البنات يضيعوا. بغيتهم يقراو، بغيتهم يكونوا شي حاجه في المستقبل، ما بغيتهمش يضيعوا، ما بغيتهمش يوصلوا لهذا الشيء اللي فيه حنايا دابا. حيت ضروري الدراري كيقولوا لهم الهضره، ان الام اللي غترعاهم وتشقى لهم وتقابلهم في الدار، انا يلا كنمشي نضل ضيعه كنجيب 20 درهم، ما قيمش حتى عشا ليله.
انا كنقول لكم ام حسين الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حالتي على القلي ولات باغا نستقر في بيت واحد، بيت واحد يعني ولادي غيمرضوا ليا. يعني نرجع لك اختي، يعني هذا العام ما عديش باش نكري، ما عنديش ملفه كنمشي نكري لهم في وقت الشتاء، ما كنخليني مساكنين هنايا في برشيد في الدار. وانا دابا هذا العام ما عديش، الله غالب، ربي هو اللي كيعلم بالظروف. والحاله هي كتبين لكم، هو جا السي يوسف على غفله، يعني بحد الفيديو اللي حتو جا عدي للدار، جا على غفله شاف الحاله، جابني معاه، شاف الوليدات جايين حفيانين في الزنقه، يعني اللي يرعى اللي يحمينا، راه ما كاينش شي واحد لاباس عليه باش غادي يعاوني. كنا الفقراء ولكن هما عايشين احسن منا، يعني بالنسبه للدار مخربه وبزاف ديال الحوايج، ما غاديش يقدر كيعطيهم دغمه الخبز جوج ما كيشبعوش حتى في كراشيهم، ماشي بحال اللي كنجيب عليهم انا ونطيبها لهم حتى كياكلوا كيقولوا ماما الحمد لله. راه ما عندكش حتى منين تجيبيها انت، ما خداماش واخا كثير في هذا الشتاء. وانا عزازين عليا ولادي، نقطع من اللحمه ونعطي لولادي وروحي وعقلي هما ولادي، ولكم ما كانش انا ولادي عزازين عليا غنهز راسي وغنمشي وغنخليهم. وشي مرات كنمل كنقول غادي نمشي، انا دابا كنهضر وشي حرقه في قلبي. اختي الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا كلام واضح، الدريه مسكينه كتحمل شي حاجه اللي فوق من الطاقه ديالها، خمسه ديال الوليدات، الظرف صعيب 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 بشكل كبير. والله العظيم انا ما عرفتش منين غادي نتناول هذا الملف، الزوج فاقد الاهليه، لا يدرك ما يقول ولا يدرك ما يفعل، كيفاش كان عزيز، كيفاش ولا عمر التطبيب ما شافه البنيتات الدار. وضعناكم في الصوره، تنطلبوا الله عز وجل وجه المغاربه والجمعيات الحقوقيه، كل من ساعد او ساهم في هذه العائله اجر محسوم عند الله عز وجل. عفوا انا ما عرفتش من غادي نتناول الملف، لانه القمه في المعاناه من كاع الجويه، كانت صغيره كتاب، خمسه ديال الوليدات، الزوج كيفاش كان، كيفاش ولا منزل، ابسط شروط العيش الكريم ما كايناش في الدار. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.